مات ابوه وهو عنده 10 سنين. ايه ده، هو انا حسدت ولا ايه؟ هو صاحب افي البللة، وهو كمان ابو جهل، وهو المعلم الشرير والجزار والزوج اللطيف والخديوي كمان. عدلي عبد الحميد كاسب اتولد 21 ابريل 1918 في حي مصر القديمة، وكانت عيلته غنية قوي وعندها فلوس متلتلة. اوعدنا يا رب. مات ابوه وهو عنده 10 سنين. ايه ده، هو انا حسدت ولا ايه؟ وكان من صغره بيحب التمثيل، وعشان كده التحق بفرقة التمثيل المدرسي زيه زي أي ممثل يعني. اشتغل مدرس في كلية الهندسة 12 سنة، وكان مشرف على الكلية من سباحة بقى وكشافة وجوالة، وكان بيلعب كمال أجسام يعني، كان محافظ على الرياضة بشكل عام. وكمان أصبح وكيل وزارة بوزارة التربية والتعليم. أمال إيه يا عم اللي رماك على التمثيل؟ عالم طماع. كان مسؤول عن المسرح المدرسي، وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، وكمان اتخرج من المعهد العالي للتمثيل. ساب كلية الهندسة قال ايه عشان يشتغل مدرس تمثيل بوزارة التربية والتعليم. يا فرحتها. بعد ما اتخرج انضم لفرقة المسرح الحديث، وبعد كده فرقة اسماعيل ياسين، وبعد كده فرقة الريحاني، وقعد في فرقة الريحاني 10 سنين. ومن اعماله المسرحية الا 5، حسن ومرقص وكهين. وقدم في السينما حوالي 200 فيلم. قدم أدوار الرجل القاسي والجزار والرجل العادي والزوج اللطيف، وكمان قدم مجموعة من الأعمال التلفزيونية منها الدوامة والمجهول. حصل على جائزة الدولة التقديرية من الرئيس السادات. اتجوز وهو عنده 29 سنة من السيدة أماء، وأنجب منها 4 أبناء. كاسب خريج كلية الفنون الجميلة، ممدوح خريج كلية التجارة، وعمل أيضا فنان تشكيلي وممثل. أمينة خريجة فنون جميلة، إيهاب خريج كلية الإعلام. رحل عدلي كاسب عن عالم 13 سبتمبر 1978، وكان عمره وقتها 60 سنة، إثر إصابته بأزمة قلبية وهو راجع من العمل بتاعه. ومن أعماله نادية، ورد الغرام، نهاية حب، المارد، مدرس خصوصي، لك يوم يا ظالم، رد قلبي، تنابلة السلطان، صغير على الحب، شيء في حياتي. ومن المسلسلات حلقات فكاهية، القضبان، قصة مدينة، الفلاح، الانتقام، الممكن، العاصفة، أحلام الفتى الطائر. ومن المسرحيات حكم أرقوش، صاحب الجلالة، ركن المرأة، خميس 11، كان غيرك أشطر، استنى بختك، تعيش وتعود غيرها. ومن المسلسلات الإذاعية عائلة مرزوق أفندي، وشخصيات تبحث عن مؤلف، والحب الضائع. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.